الكرة عادت لعمر، عمر راح يسدد قوية، برافو برافو، حارس المرمى يخلصها، لا تزال مغربية، ولكن إشارة إشارة من حكم المساعد وأوف سايد. حالة تسلل نشوف هنا، وحالة تسلل كان وقع فيها لاعب المنتخب المغربي، لاعب بركات. شوف هنا عمر، برافو، تسديده كانت رائعه واروع، كانت من حارس المرمى يوسف حسن، اخطر الكرات من هذا القائد. القطري بتحرك مع المعز، رغم مسانده السعدي ومسانده ايضا